اهلا بكم. تخيل عزيزي المشاهد، العراق من 2003 الى اليوم صرف اكثر من 80 مليار دولار على ملف واحد فقط، هو ملف الكهرباء. اي هذا الكلام صحيح، والبيانات الرسميه هيج تقول. زين هاي الفلوس وين والكهرباء وين؟ ولا كلكم 80 مليار مو كلش مهمه، خلوها جوا فراش المسؤول، وخلي نسال حكومتنا الجديده شنو خططها لتحسين واقع الكهرباء. اكيد راح تقول لي نتعاقد ويا شركه سيمنز الالمانيه المشهوره في انتاج الكهرباء مثل ما سوت كثير دول وقضت على مشكله الكهرباء بشكل نهائي، ونكرر هاي التجارب الناجحة ونصير منتجين للكهرباء حالنا حال الدول البقية. صحيح، عافية عليك، وهذا اللي سوته حكومتنا. فعلا رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ما كذب خبره، واخذ وزراء وياه الألمانية، وقع وزير الكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز لتطوير واقع الكهرباء بشكل كامل بالعراق. يعني الكهرباء راح تصير مرتبة، والوضع بالعراق راح يصير لوز، وبعد ماكو مظاهرات بالصيف الصامت على الكهرباء. هاي الخطوة الجريئة من حكومة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، للأسف جميع الرؤساء السابقين سووها. إيه كلهم راحوا الألمانية وحاولوا يتعاقدوا ويا شركة سيمنز الألمانية، لكن جميع الاتفاقات صارت حفر على الورق. وحسب ما يقول أمير الدعم الباحث بالشأن العراقي، قيود أمريكا وإيران لا تزال تقيد اقتصاد العراق وخصوصا الكهرباء، ولن ترضى إيران بهدر مليارات الدولارات التي تحلب بها العراق ولا أمريكا.